Get in the Ring، أولمبياد الشركات الناشئة. Get in the Ring فعالية عالمية لرواد الأعمال العايزين ينتقلوا بشركاتهم الناشئة لمراحل متقدمة. الفعالية تتنظم في أكثر من 64 دولة حول العالم، وتعتبر فرصة للقاء مستثمرين شركاء وشبكة عالمية جديدة. المنافسة بتكون جوا حلبة ملاكمة، يوجد جمهور، لجنة تحكيم، وطبعا المتنافسين بفئات الأوزان المختلفة، الوزن الخفيف، المتوسط والتقيل. بتبدأ المنافسة بين الطرفين الأزرق والأحمر على 5 جولات، وكل جولة 30 ثانية. الجولة الأولى بيعرف فيها كل متنافس عن فريقه، الجولة الثانية بتكون عن الإنجازات، عن إنهم عملوا شنو وهل بدوا يدخلوا أرباح. بعد كده بينتقلوا للجولة الثالثة اللي فيها بيتكلموا عن البيزنس موديل وكيف إنهم بيجيبوا عوائد وحجم السوق كيف. الجولة الرابعة هي الجولة اللي بيوضح فيها كل فريق التفاصيل المالية عن احتياجاته للتوسع والخطط المستقبلية. الجولة الخامسة وممكن تكون دي أهم جولة هي جولة الفري ستايل، فيها أي متسابق عنده فرصة 30 ثانية إنه يقنع الناس ليه لازم هو يفوز وليه منافسه لازم يخسر. أبقوا قرام عشان تعرفوا منو حيكون بطل Get in the Ring ويمثل السودان في المسابقة العالمية. Get in the Ring The Investment Battle.